السلام عليكم جوا جيسبر تكونوا بخير اون فورم وانتم كتفرجوا هذا الفيديو. تحيه لكم صريح ديال المدرب توخيل قبل مباراه ديال الغد اللي غادي يتمعهم مع ليستر سيتي عاوتاني. الفريق اللي فاز عليهم في كاس الاتحاد الفينال غادي يلعبوا عاوتاني ضدهم غدا في بريمير ليغ او الدوري، بحيث لاعبين معاهم ومنافسين معاهم مع ليفربول ليستر سيتي و تشيلسي على المركز الرابع. يعني مازال المباريات تكون حاسمه ضرب الصبح. ليفربول ربحات بهدف ديال اليسون الحارس ديالهم اللي نقادهم في اخر ماتش، منافسه كبيره على مقاعد الاربعه الاوائل اللي كاهلوا الشامبيونز ليغ. طبيعه الحال ما كاينش الضحك في المباراه الجايه. سمعوا مزيان الخوتات قال توخيل، بحيث انه صرح وقال العديد من النقاط وقال وتحصل على الخساره اللي طرا ليه بحيث الماتهم، وقال العديد من النقاط واش طرا لهم فيسير. وايضا الخوت لكم تكلموا محتمله واش غادي يلعب زياش ولا لا حسب الصحافه الانجليزيه، بحيث قائمه غتهد العديد من الاسماء. المهم تبعوا لا فيديو حتى الاخر باش تعرفوا واش كاين الخوت. الصحافه كسولو ما مقدار الضرر الذي لحق بك يوم السبت وماذا كان رد الفعل؟ لقد ألمنا بذلك لأنك بمجرد وصولك للنهائي تريد الفوز به. كنا قريبين للغاية وتغلبنا على خصم كبير في النصف النهائي ألا هو مان سيتي. كان لدينا شعور بأننا نستحق أن نكون في النهائي، لذلك أصيبنا بالطبع بخيبة أمل بشأن النتيجة. نعم، لكننا لم نشعر بخيبة أمل كبيرة بشأن الأداء نظرا للظروف التي لا نلعبها في مسابقات مختلفة. فنلعب ثلاث مسابقات لتفوز في نصف النهائي ضد ريال مدريد وتعود إلى سباق الأربعة الأوائل في الدوري الإنجليزي، ثم تلعب نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي. يعني ليس من السهل أن تكون مركزا وأن يكون لديك مستوى تركيز وكمية مناسبة من التوتر. والسؤال الثاني قالوا له، هل يجب أن تربح مباراة ليلة الغد بأي ثمن بالنظر إلى نتيجة ليفربول أمس؟ يعني كما قلت في بداية الفيديو بأن ليفربول ربحوا وبالتالي منافسين بقوة على المركز الرابع اللي كأهلهم شامبيونز ليغ. يعني ولا هناك احتكاك مع ليفربول وصعوبة كبيرة بإنهاء الموسم ديال تشيلسي في المركز الرابع. يعني خاصهم يخسروا ماتش. سمعوا مزيان اش قال على هذا الموضوع. حسنا، هذا لم يجعل الأمور مملة في الدوري الإنجليزي. هو هذا الهدف متأخر من أليسون، بالطبع الوضع واضح جدا لا يزال في أيدينا. هناك الكثير من المحادثات حول ما يحدث، لذلك علينا أن نظل مركزين على ما يمكن التأثير عليه. نحن نتعامل مع هذه اللعبة مثل أي لعبة أخرى بفوز واضح ورغبة في الفوز. يعني خاصنا نركزوا على الحوايج اللي عندنا الكونترول عليهم بحال الماتش ديالنا، ماشي نتائج الفرق الأخرى. وقالوا ليه سيكون هنالك حوالي 8000 مشجع تشيلسي داخل ستانفورد بريدج غدا، يعني غادي يعاونوك ويساندوك في المباراة ديال ليستر سيتي. قال في بعض المباريات التي عانينا فيها قليلا مع الزخم كان لدي شعور خلال هذه الجولة أن الدعم يمكن أن يساعد الآن وسيكون حاسما أيضا لفريقنا، لذا فإن عودة الجماهير أمر رائع وآمل أن يأتوا في اللحظة المناسبة لمساعدتنا في تأمين الفوز الأخير على ملعب ستانفورد بريدج هذا الموسم. ودابا الخوش أعطيكم التشكيلة المحتملة كتشالي. عندنا في حراسة ميندي، بحيت كيبا كيمشوا آخر ماتش ما قدمش مستوى كبير في كأس الاتحاد، يعني خاصو رجع الحارس الأول السنغالي ميندي. في الدفاع كيما لعب روديغر، تياغو سيلفا، ريس جيمس. وصل الميدان عندنا تشيلول اللي دخل المرة الثانية وزعزع الهجوم كما يقولوا وصنع واحد نشاط كبير، سجل هدف متحسب داعي الفار في آخر مباراة. ويلعب أيضا كوفاتيش اللي رجع من الإصابة، كانتي، أودوي. الهجوم الخوت عندنا بوليسيتش، هافرز، وموصل موت. موصل موت الخوت ديما معتمد عليه، هاد اللاعب ما يتزحزحش من التشكيله ديالو. بوليسيتش وهافرز وزياش وفيرنر، هاد اللاعبين الاربعه هما اللي كيبقاو يلعب بهم دائما. لاحظتوا القضيه، يعني غيلعب بوليسيتش وهافرز وزياش وفيرنر غيخليهم احتياط حيت ما قدموش اداء ولا اضافه في اخر ماتش. اش بان لكم الخوت التشكيله المحتمله؟ هذا ما كان الخوت، كان معكم اخذ لكم روان، ان شاء الله ولي فراسكم.